بدر جاب هدف واتلغى له هدف النهارده. السوليه جاب جول حلو قوي الصراحه، قوي قوي يعني، تسديده جميله. طبعا الملحوظه بقى ان خط الظهر هو كان صاحب السبق او صاحب عمليه التهديف الكبرى مع فريق الاهلي، محمد هاني هدف، ياسر ابراهيم هدفين اهو. ده حسب عمر السوليه في نص الملعب برضه مدافع ولا لا نص 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 نص، ولكن طبعا دي ميزه كانت عندكم كباتن مثلا في يوم ما دي ما دي احدى يعني الحلول الهجوميه في رؤيه ممكن تبقى فرقه متكتله. ما هو خلي بالك بعد الطردين بتاع فرقه الهلال ابتدوا يتراجعوا وابتدوا يعملوا زون ديفنس على اساس ان احنا هدفين كابتن بتاع ياسر جون في الاول، خلي بالك قبل الطرد. ما لا, لا انا بتكلم بعد الطرد خلاص ابتدوا يرجعوا الدقيقه 17 فابتدوا النهارده، فانت بتفك التكتل ده ان انت ممكن تشوط، وكان ممكن يجي حمدي فتحي كان يعني حاول على الجون، السوليه حاول على الجون. فدي احدى الحلول الهجوميه في فرقة النادي الأهلي، ودي حاجة كويسة إن أنت بتبتدي تضغط من الحتة دي، بتعمل ضغط على الجول. هو بس برضو لتصحيح معلومة إن كان في هدف قبل الطرد وهدف بعد الطرد. ما أنا الطرد الأولاني. ما أنا بكلمك اللي حصل بعد الشوط اللي حصل، أو اللعيبة كلها ابتدت تشوط، إن أنت ابتديت ترجع تتراجع فرقة الهلال تتراجع. هو صراحة يعني خلي بالك تفتكروا إن كان الأهلي هيلعب الهلال في السوبر، لو تفتكروا 2017 السوبر المصري السعودي وحصل ان النادي الاهلي كان عنده ظروف معينه فما لعبش البطوله دي والمباراه دي، وبعض الاعلاميين ما اعرفش سالم الدوسري قال لك الاهلي هرب مننا واحنا ازاي هنخشاه يعني هنخاف منه ازاي وهو هرب مننا في السوبر السعودي. يعني رد عليه قوي غض الناس طبعا لا الناس لازم تفهم يا فاروق، احنا الثلاثه لعبنا في النادي الاهلي وعارفين شخصيه النادي الاهلي. النادي عمره النادي الاهلي ما بيهرب او يتراجع، حتى دي كانت بطوله كان ممكن الناس تقول لك النادي الاهلي رغم الظروف اللي عنده والاصابات اللي عنده او اللعيبه الدوليه مش موجوده ان هي تتضارب مع بطوله الامم الافريقيه فدي كانت كبيره جدا، فالناس كانت بتقول ان ممكن حد يفكر ان ينسحب. لا اعتقد اداره النادي الاهلي ولا النادي الاهلي ممكن يفكر في بطوله بطل افريقيا مع بطل اسيا في كاس هيتعمل. ما اعرفش دي انت سمعت دي كان زمان اللي هي الافرا اسيويه، الافرا اسيويه كانت زمان موجوده. مفيش عشان نروح نقابلهم برضو لو في ماتش زي كده يبقى حلو قوي. لا يمكن كان هي كانت بطوله موجوده واعتقد نادي الزمالك حصل عليها والنادي الاهلي ما اشتركش فيها خالص قبل كده على حسب ما اتذكر يعني، صح ولا غلطان؟ انتوا كنتوا برضو اقدم مني يعني. لا بتهيألي الاهلي خدها مره بعين الافرا اسيوي، الافرا اسيوي الاهلي خدها او ممكن يكون خدها في الزمالك خدها الاول كابتن طارق وزيت وعلاء مهوب موجوده بس الزمالك خدها يعني بس بس لو اتعملت هتبقى حلوه. لا الزمالك اكيد اللي شفت الزمالك اللي خدها افرو اسيوي بس لو اتعملت هيبقى ماتش حلو قوي. الماتش طبعا جميل، انا اتفرجت عليه الماتش ده كانت كسبوا 2-0 ده الزمالك قصدي الزمالك. طيب خليني بس اخدكم